هذه المناسبة هذه الثقة نحيي يوم المناضل الفلسطيني، يوم الأسير الفلسطيني. وفي البداية نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكر لكم حضوركم ووقفتكم التضامنية مع أسرانا، مع مناضلينا. نريد من هنا، من القاهرة، من قاهرة المعز، من قلب العروبة النابض، من بيت العرب في الجامعة العربية، نريد أن نرسل رسالة إلى أسرانا البواسل، إلى أهلهم في كل مكان، أننا نقف مع هذه القضية العادلة. قضية الأسرى هي قضية عادلة. هم كانوا طلائع، مبادرين، مناضلين، ضحوا بحريتهم وعرضوا حياتهم للخطر من أجل حرية الوطن، فلهم علينا واجب أن نقف معهم وقف التضامن. وأنا أقول في هذا اليوم أننا في هذا الطريق، الطريق الذي ساروه هؤلاء الأبطال، هؤلاء القيادات العظيمة، نحن نسير على دربهم إلى أن نصل حتما إن شاء الله إلى إنصافهم بحصولهم على الحرية، وإلى وصولنا إلى حرية أرضنا المحتلة وإقامة الدولة وعاصمتها القدس. وبهذه المناسبة نوجه التحية إلى أكثر من 6500 أسير فلسطيني. 6500 أسير فلسطيني الآن موجودين ظلما خلف قضبان المعتقلات، معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. وإسرائيل ترفض بكل صلف احترام القانون الدولي تجاه هؤلاء الأسرى، ترفض تطبيق اتفاقيات جنيف التي تنص على أن نقل الأسرى من المناطق المحتلة هو جريمة حرب يحاسب عليها القانون. نحن نقول لكل هؤلاء الأسرى، بعضهم أطفال، أكثر من 201 أطفال قُصّر، نقول للإداريين اللي بتجاوزوا 450 شخص بدون محاكمات وإنما بدون تهم حتى موجهة إليهم، نقول للأخوات الموجودات في المعتقلات واللي بعضهم قضى أكثر من 15 عام، ونقول للأسرى، نحن لدينا الدفعة الرابعة كما يعلم الجميع من الأسرى اللي قضوا، كانوا قبل أوسلو أكثر من 25 عاماً وبعضهم أكثر من 30 عاماً. كان هناك 30 مناضل معتقل في الدفعة الرابعة. إسرائيل أخلت بالاتفاق ولم تفرج عنهم. هؤلاء كريم يونس قضى أكثر من 33 عاماً. هؤلاء الأبطال نحن نقول لهم أننا معكم. والقيادة الفلسطينية، قيادة منظمة التحرير، أوقفت كما تعلمون المفاوضات بسبب إخلال إسرائيل بالإفراج عن هؤلاء، عن الدفعة الرابعة. قضية الأسرى هي جزء من قضية الفلسطينية، لأنه منذ النكبة، منذ وعد بلفور، نحن إسرائيل تستهدف عنصريا، تستهدف الأرض الفلسطينية لمصادرتها وإقامة المستوطنات عليها، وتستهدف الإنسان الفلسطيني بقتله أو إبعاده أو اعتقاله. ونحن نقول أن قضية الأسرى هي متلازمة لقضية الأرض. الأرض متمسكون بالإصرار على حصولنا على حريتنا واستقلالنا ودولتنا المستقلة، ومصرين على قضية الأسرى اللي هي قضية الإنسان الفلسطيني بالإفراج عنه. وبهذه المناسبة نحن نقول أنه أيضاً بين الأسرى هناك أعضاء مجلس تشريعي فلسطينيين منتخبين، على رأسهم الأخ مروان البرغوثي، الأخ القائد مروان البرغوثي. وهناك بعض الوزراء، هناك سعادات اللي هو الأمين العام، أمين عام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هناك اللواء أبو حازم فؤاد الشوبكي اللي هو شيخ الأسرى، عمره فوق 73 عام، موجود الآن في هذه المعتقلات. هناك
معتقلين فلسطينيين من الداخل من كل مكان في فلسطين، من غزة، من الضفة، من القدس، من الداخل 48، ومن الشتات لا زالوا موجودين في المعتقلات الفلسطينيين. نقف اليوم لنوجه لهم هذه الرسالة ولنكون أوفياء لهم. وأنا أقول أمام الجميع أن هناك قصور شامل في قضية الأسرى من الجميع. عندما أسمع أن هناك أرقام كبيرة من الأسرى 6500، هذا رقم مذهل. وعندما نقول أن هناك من قضى أكثر من 30 عاما أيضا في قصور على كل هذه الفصائل والتنظيمات التي لم تسعى للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، يجب أن نناضل ويجب أن نرفع هذه القضية حتى ينالوا حريتهم. نحن نقف اليوم طبعا 17/4 من كل عام، منظمة التحرير قررت أن يكون يوم للأسير الفلسطيني، ومرت مناسبة 16/4 وفاة الشهيد الأخ القائد أبو جهاد 88 في 88 عندما استشهد في 16/4 كان بمثابة الصاعقة على الشعب الفلسطيني. كانت الانتفاضة في ذروتها، وكان الأخ أبو جهاد هو الملهم، هو الراعي، هو الذي يقوم بدعم هذا النضال الفلسطيني المميز. وأنا أعتقد أن الانتفاضة الأولى هي من أجبرت الاحتلال على توقيع اتفاقات سلام والاعتراف بمنظمة التحرير بسبب هذه الانتفاضة المجيدة اللي كان الأخ أبو جهاد له دور في قيادتها، وقبل ذلك كان له دور في العمل العسكري. كلنا نعلم ونعرف مدى قربه منها. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أقول أنه مناسبات كثيرة تمر، ولكن رغم كل الظلام البحيط فينا أنا أعتقد أننا نقترب من تحقيق أهدافنا بإقامة الدولة، أن الفجر آت. وأنا لا أستطيع أن أتحدث في قضية الأسرى بشكل محايد. أنا كنت أحد هؤلاء المعتقلين، عشت في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أعلم مدى الظلم الذي يقع على هؤلاء المعتقلين، وأعلم مدى الإرادة القوية لدى المناضل الفلسطيني، أنه محاولة كسره في المعتقل كانت تخلق ردة فعل معاكسة تماماً، كانت تخلق إرادة صلبة. وإحنا بنعرف أنه المعتقلات الفلسطينية واللي خرجوا من المعتقلات هم قادوا النضال الفلسطيني في الانتفاضة الأولى، هم قادوا الجامعات في الوطن المحتل، هم قادوا مؤسسات المجتمع المدني، وكان لهم دور في النضال الطويل الفلسطيني. نوجه التحية إلى كل أسر المعتقلين، أمهاتهم وأبنائهم الذين يعانوا كثيرا بفقدانهم لأبنائهم، وأنا أعلم كم يعانوا من أجل وصولهم إلى المعتقلات لزيارة أبنائهم، كم يبذلوا من جهد في تربية أبنائهم في غياب أباهم أو أخوتهم أو أمهاتهم حتى في بعض الحالات. نقول إنه هاي المسيرة، مسيرة النضال الفلسطيني الذي ابتدأت منذ وعد بلفور واستمرت بعد النكبة 48 وازدادت بعد 67، لا زالت متواصلة، لا زال لدى الفلسطينيين إرادة الصمود حتى نصل إلى الدولة وعاصمتها القدس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. الأرض قاتل للإنسان، ولذلك سأخصص حديثي عن جانب آخر من حياة الأسير الفلسطيني داخل الأسر، ألا وهو جانب الصمود والإبداع في المقاومة والنضال، جانب يحمل دلالات عظيمة عن الإنسان الفلسطيني الذي صنع من الظلمات المعتمة نورا مشرقا، ومن الأرض الكحلاء الجرداء أرضاً خصبة خضراء،
فمن ظلمات السجن وعتمة أقبية وزنازين السجان ومن خلف القضبان الحديدية خرج الثائر والمقاتل والمعلم، خرج القائد المتحصن بعدالة قضيته، وخرجت أدبيات النضال الإنساني، وخرج ما عرف باسم أدب السجون من رحم الوجع اليومي والمعاناة النفسية والقهر الذاتي والمعبر عن مرارة التعذيب وآلام التنكيل وهموم الأسير وتوقه لنور الحرية وخيوط الشمس المشرقة. فعلى الرغم من القمع اليومي الذي يتعرض له السجين الفلسطيني داخل سجون الاحتلال الصهيوني، إلا أن الأسير الفلسطيني جعل من سجنه واحة تعددت فيها أشكال النضال السياسي والثقافي والاجتماعي على المستوى الجماعي والفردي داخل السجون والمعتقلات، وأنتج الأسرى وسائلهم الخاصة لتبقى هذه السجون مفعمة بالحياة من النوع الخاص، حياة الإنسان الفلسطيني الذي ينهض من تحت الركام كطائر العنقاء طائر الفنيق ليرسم صورته الأسطورية. فأسرانا البواسل تحطمت على إرادتهم إجراءات السجان الدموية، فالأسير الفلسطيني قد يكون الأسير الوحيد في العالم الذي يحول سجنه إلى جامعة ومحطة نضالية ينطلق منها من جديد، لتأتي سياسات العقاب الصهيوني بنتائجها العكسية على المحتل الذي يعتقد أنه سيكسر إرادة الفلسطيني ويجعل منه إنسان محطم لا يقوى على أن ينهض من مجلسه، فتنكسر إرادة المحتل والسجان وينتصر السجين، وينتصر السجين ولسان حاله يقول: أنا قد كسرت القيد قيد مذلتي وسحقت جلادي وصانع نكبتي ونسفت سجني وانطلقت عواصفا لهبا أدمدم تحت راية ثورتي. وفي هذه المناسبة أتوجه باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في جمهورية مصر العربية بتحية إكبار وإجلال إلى جميع أسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات وأطفالنا في سجون الاحتلال، ونثمن صمودهم وثباتهم الأسطوري في مواجهة السجان الصهيوني، ونجدد العهد والقسم بأن نواصل العمل على كافة الأصعدة حتى تنتهي معاناة أسرانا وذويهم، ونؤكد على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولوياتنا الوطنية، ولن نتوانى عن القيام بدورنا في ملاحقة كيان الاحتلال قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل الدولية ومحاسبته على جرائمه بحق أسرانا البواسل. كما نؤكد على أن أي اتفاق سلام لن يتم دون إطلاق سراح كافة أسرانا البواسل. الإخوة والأخوات، أطلت علينا أيضاً هذه الأيام ذكرى استشهاد القائد والمعلم خليل الوزير أبو جهاد، والذي اغتالته يد الإجرام الصهيونية. خليل الوزير أبو جهاد أول الرصاص وأول الحجارة، وعندما نقول أول الرصاص فهو أحد الركائز الأولى لقادة إطلاق رصاصة ثورة الفتح الأولى في 1/1/1965، وعندما نقول أول الحجارة فهو أحد الركائز الأولى لقادة انتفاضة الحجارة التي انطلقت في 8/1/1987. اغتالته يد الغدر والخيانة جهلاً منها بأسرار شخصية الإنسان الفلسطيني، معتقدة أنها ستغتال النضال والكفاح الفلسطيني الساعي لاسترداد أرضه وتحرير وطنه، معتقدة أنها ستغتال انتفاضة الشعب الفلسطيني باغتيالها قادتها. فإذا بالانتفاضة تزداد عنفوان وثورة وتنفجر براكين الغضب الثوري في كل أرجاء المعمورة، والدلالات على ذلك عديدة، إذ تستوقفني شهادة أحد الأطباء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذ يقول: يوم السبت 16 إبريل عام 88 صباحاً كنت طبيب حديث التخرج، استقبلنا مع طاقم قليل جداً حوالي 350 إصابة
جراء طلقات نارية من الجيش الإسرائيلي في عيادة رفح في ساعتين تقريبا أو أقل، بمعدل إصابة كل نصف دقيقة، نتيجة الهبة الشعبية الفورية العفوية في رفح وحدها لاستشهاد القائد أبو جهاد خليل الوزير. يقول هذا الطبيب: كان اللون الأحمر يكسوني من رأسي حتى أخمص قدمي، لن أنسى هذا اليوم وكيف أنساه. سقط أبو جهاد شهيدا، وسقط أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر شهداء، وسقط الخالد والزعيم ياسر عرفات أبو عمار شهيدا، وسقط آلاف الشهداء والجرحى، ولم تسقط القلاع ولن تسقط. وأورثونا ثورة، أورثونا ثورة ومنهاجا وفكر ودرب حياة حتى النصر بإذن الله. الإخوة والأخوات، ما زال الإنسان الفلسطيني يناضل ويقاوم في شتى بقاع الأرض، على أرض الوطن وفي الشتات وفي مخيمات اللجوء. وفي الوقت الذي نقف به اليوم تخليدا لذكرى الأسرى والشهداء، أهلنا وشعبنا في مخيم اليرموك الصامد البطل في سوريا، جرح ينزف يشق القلب من أقصاه إلى أقصاه، وتعصف به رياح الغدر والقتل والتدمير من كل جانب. وأقصانا وقدسنا تعاني من أبشع صور التهويد الصهيوني، وأراضينا الفلسطينية ينهشها الاستيطان، وغزة، غزة ترزح تحت وطأة الانقلاب. الإخوة والأخوات، ضراوة ما نتعرض له من عدوان تدعونا إلى أن ننأى بخلافاتنا جانباً، وأن نلتف حول قضايانا المركزية وحول قيادتنا الشرعية برئاسة القائد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وأن نكون على قدر المسؤولية الوطنية وعلى قدر تضحيات شهدائنا وجرحانا وأسرانا، فلن ننعم بالحرية والاستقلال الوطني في ظل حالة الانقسام التي تكبلنا وتعيق مسيرتنا الوطنية نحو الحرية والاستقلال. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الشفاء العاجل لجرحانا، الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل، وإنها لثورة حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر. السلام عليكم. والآن مع الفنان المصري الثوري الأستاذ أحمد إسماعيل.